يمكن من زمان كان أسهل الواحد يحمي حاله، لأنه كان المهاجم معروف ووسيلة الدفاع بتقدر تقضي عليه قضاء تام. مع تطور التكنولوجي والطفرة الرقمية الهائلة اللي أنتجتها وسائل التواصل الحديثة، صار من الضروري إنه نطور وسائل حماية خصوصيتنا وبياناتنا يلي بتندرج ضمن موضوع الأمن الرقمي. بإجراءات أمنية بسيطة ومتاحة نقدر نحمي حالنا من مخاطر وتهديدات كبيرة، برمجيات خبيثة وتجسس وتصيد وهجمات فدية وانتحال للشخصية واختراقات، كلها تهديدات إلكترونية ممكن نتعرض لها كأفراد أو كمؤسسات، وهي بتسبب سنوياً خسائر بمليارات الدولارات. تحديات أمنية جديدة فرضت علينا نحمي حالنا من منظومة تعقب بتراقبنا وين ما رحنا وشو ما عملنا، وبتحول معلوماتنا الشخصية لسلعة تجارية بتحقق أرباح هائلة، وأي معلومة إلها قيمة، لهيك ما لازم نستهتر بهي المعلومات ونخسرهم. وبهالعالم المخيف ممكن للمخترق الوصول لمعلوماتنا السرية عبر استخدام أساليب التلاعب والمكر والتعقب بدل اعتماده على القرصنة التقنية للوصول لأغراضه الاحتيالية. هذا الشيء بيندرج تحت اسم الهندسة الاجتماعية، واللي بتعتمد على أساليب متعددة منها استغلال الشائعات والعواطف وضعف الخبرة التقنية للضحية واصطياد كلمات السر. وبالوقت يلي صرنا كلياتنا منعبر عن مشاعرنا وأفكارنا بسهولة وسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، استغل البعض هي الشبكات بعمليات تزوير ونصب وابتزاز وانتهاك للخصوصية وجمع معلوماتنا. ولهيك صار من الضروري إنه نتوخى ذكر معلومات خاصة وحساسة وسرية عننا على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل معلومات هويتنا الشخصية وأماكن تنقلنا. انتبهوا، الحرامية صاروا كتار، ومنهم حققوا ثرواتهم من تعقب وجمع معلوماتنا واختراق بياناتنا البنكية وغيرها، وهن قاعدين ورا أجهزتهم عم يشربوا قهوة ونحنا ولا دريانين. تابعونا بسلسلة فيديوهاتنا لنتعلم أدوات حماية أمننا الرقمي والحلول للحفاظ على خصوصيتنا الرقمية.